شغال واحيانا معطل وينك ابن الحلال جاكم سنان بشحم ولحمه لشتيت مشوار سجل رقمه يا عيال انتبهوا للعمل تمام وناشر انتبهوا للعمل انا هذا سيرتي مصروف واجي حرام ما تدو نطة تفضل تفضل يا عم ناصر لا مالك تأخر انا اسف تأخرت ما نعمل ما بوش بتلو الله 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 يا خناصر الله ينصرك الله ينصرك يا خناصر وداعة الله الله ما معك يا خال الله ما شاء الله ما شاء الله يا خال ما معك وانا ادور المهرة يا خال هي دعوة امي هي دعوة امي سي جعل رزقك ملن سيارة الله يحفظك يا خال عمل لي لوحة على ماي ما شاء الله يا مرحبا يرحب بي ما شاء الله بالانجليزي الراح الراح ملش تقول لي يعني على الأقل الحمد لله على السلامة لكن سهل شو اصبر على الأقل أنت خالي معمل ها مو ذا كفتين يا والله إنه أحلى استقبال ذكر خليني نجاوع عمل لي بطني شرجع لك يا خال صباح الخير ما صباحش الخير اصطبحنا اصطبح الملك لله خير يا عم الله 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 والسرعه بالسواق يا ساتر انا اقول لك لو يوصلني لعند خالي ناصر وصلني لعند عبد الناصر عبد الناصر دي بان عليها بدايه غير مبشره بالمره عبد الناصر مين يابا انت تايه ملا منين يروحوا لليمن يمن ايه ما انت ايه يا عم في انت تايه يا حبيبي يعني انو خالي ناصر خالك ناصر و... ايوه ايوه هي دي محطه ناصر
خلك نصر الغرف ده راح يجيب حاجة وجاي. لا مو هو عمل باك حلو شكل عليك. ايه ده الواد ده بيشتمني بأمي ولا ايه؟ أنا جاوع. جا طب روح روح اقعد هناك روح اجري اجري يلا. ها تدفح تاكل ايه؟ اكلك انت مو عباقي بالبوفيه اصلا. لا انا غلط عليك انا هجيب لك شوران اورتي من كتر الكوليسترول عشان انا سمين شويه. نجيب لك اكل ايه بقى يا حبيبي؟ جيب لي اي حاجه. اي حاجه زي ايه؟ يعني زي اي شيء. ايوه اي شيء يعني ايه؟ يا اخي جيب لي حاجه جيب لي بزلط مش منك فضل يعني. حاجه بزلط؟ ايوه. انا طول عمري بسمع الناس اللي بتقرقش الزلط لكن اول مره اشوفهم بياكلوه. بزلط بزلط؟ ايه بزلط. انا مالي انت كده كده اللي هتاكل. الحجه ما هيش عندكم، الحجه عند خالي يوظفكم وبنخته بحاجة العمل. اينو هذا؟ صلى على رسول الله، زعجت انا مالك بدك كل جرس ساكن؟ وين الموظف اللي هنا؟ ما هو طلبك ما تشتي؟ اشتي غرفة فاضية. ما عندنا غرف فاضية. كيف ما عندك حسستني انه عليك طابور؟ ما فيش احد. يا اخي ما دخل الطابور، ما عندنا غرف فاضية، كل الغرف اللي عندنا مفروش. طيب انا قصدي غرفة فاضية يعني ما فيها زبون. طيب ما هذا موجود. دي لي غرفة. ما بو عندنا فاضية ولا مفروش؟ يا اخي اذا الحين انت موظف هنا. ما اناش موظف هنا. يعني زبون مثلي مثلك ما دخلك. يا اخي ما انا زبون، انا موظف هنا بس في المغسلة، ما انا في الريسبشن. ذا الحين في حد هنا ولا لا؟ بالله من الشيطان الرجيم، يعني اللي قدامك هذا شفاف ما بتشوفه ولا كيف؟ يا اخي شوفك وقعت لي راسي. الحين ما جتي. خذ يا عم. تفضل الاكل. بسم الله. عملت لك شويه طماطم وبهارات عشان خاطر ايه تعرف تاكل. مو ده مو ده ايه هو ده اللي انت طلبته. هذا حجر؟ لا ده زلط. زلط مش حجر. حجر اسود؟ هذا حجر اسود. ايوه ما الحجر الابيض بيخسس الاسود بيتخن فانا قلت اجيب لك حاجه تخنك. لا والله متعلم. انت فاهم الحمد لله. لا ما شاء الله عليك. هذا الاكل انا اول مره اشوفه والله. والله وانا اول مره كمان اشوفه. انا اسمع الناس اللي بتقرقش لكن اول مره اشوفها بتاكله. من طلبه هذا؟ من طلبه؟ مين اللي طلبه؟ إيه انت اللي طلبته. انا ما طلبتهش. لا طلبت زلط. انا قلت لك بزلط بزلط يعني بفلوس. بفلوس؟ ايوه. هي بزلط يعني بفلوس؟ ايوه. والله انا فهمت اللي بزلط اللي هو زلط اللي هو تاكله. انتوا عندكم الزلط حجاج؟ لا احنا عندنا الزلط بنتخانق بيه. ها؟ بنهدفه على بعض واحنا بنتخانق. احنا عندنا الزلط نصطرف به. ايه؟ نصطرف به نصرفه. وانا هفهم بقى نصطرف به دي ازاي بقى؟ فهمها كيف مش فهمها يعني؟ معرفش كل. عايزك تزلط الزلط ده زلوط زلوط. انما هوش بالقوه زلط من قبالي حرمنا الزفقاق لما طاير بطونك والله. حتى اصبع العقوة ده يقول لك سخك. ايوه. ايه؟ علي عم تصايحوا اسمحوا. فارع بالرضية؟ ايوه باق اسم امي اعلني به. اتقلته. معلش ولا محمود. كيف حالك يا فارع؟ زي الزفت. انت ولا العامل حقك شي كمل يعني اكني حجار ما كفنت الحجر اللي بالكلى. ايش في يا محمود مالك؟ هو اللي عز بزلط يا ستي. بقى بقليش. مفيش حاجة، خلاص مفيش حاجة، أنا اللي غلطان. خلاص تعال يا فارع تعال، تعال أشتيك، مش أنت وبقشتك. إيه والله صير، فرعتي علي من هذا الضاحة. يلا يا ابن رضية. أبا يا أبو الهول. أسمع العقوة. أهلا وسهلا، ويا مرحبا، نورتني نورتني يا ابن حماتي. الناصر مو جري عليك. انا قلت لك يعني تبطل الدسومات وتبطل الزيوت بسرقه. تعمل كيف صورتك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هذا اليوم هذا دبور من صباح الصبح، يعني ما لقيت إلا تشبهني بناصر؟ وما له ناصر؟ ما له شيء. إذا أنتوا راضين به أنا ما أنا راضي به، يعني قد غربة وتعب وحلبطة ويشبهني بناصر؟ يني لنا هذا فارع ابن رضية ابن أخت عمك ناصر. أيوه زيد يدي له اسم أمي. اعلني اعلني، باقي هذا ما قلتي له. ولو ابن أخت عم ناصر ما دخلي أنا، ما له يغلط على الناس، كن يتكلم بأدب. من وضعت فلسف وانتي ساكتة له منو؟ يا بدا ناشر عامل المغسلة أحيانا أحس أنه صاحب الفندق. هذا منشار منشار، من أنت اللي شغلك بالمغسلة؟ مدك هنا بحلتك ليش ترفع صوتك؟ من أنا خالي ناصر ولا خالك ناصر، وأنا أنا موظف باحترامي جن لنا. مروا ما أقولكش حاجة، أنت موظف بالمغسلة مدك له أنا. وهذا ما له بيتفلسف لا يرفع صوته، أنا جالس باحترامي، يعني خلاص راكدوا ابن أختي جدة عمته ناصر هذا يجي يتفلسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. واخا ناصر مو شغلك لك من شوية مصائب؟ مصائب خاطري يعني خارجي. تعال ارتزع هنا وبلا الفندق ما زال ما يجي عمك ناصر. أنا معي عمل، خلي ابن جدته ما أدري ابن أختي انتبه للعمل حقه، جني لنا. الله حلقه صوته حلقه ولا سمعنا. وبين هذا قضم فار انا شو انتبه له انا؟ هيا طالما انك ما تنتبه للفندق اني بروح اقضي عملي. ايه بس راح اقضي عملي. الله يا خال الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لعني مرعك ما شاء الله. الله هذا منهم؟ ها هذا جد خالي او ابوه، هم يتشابهوا كلهم ما شاء الله نفس الطبعة. وذا ما هو يا صباح الرضا على مشارف. يا مرحبا مرحبا. يا السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. فاضي ما بالله ما شغل، انت شايف السيارة ماسكة طابور؟ لا ما انا اشوف اخر الطابور، اكيد فاضي ما معي. سابر يلا غسل السيارة على طول من عيوني. لحظة بس طلع طلع قدمه قدمه شوية. بسم الله عدل السكر عدل السكر عدله. طلع 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 ولا يهمك. خلاص خلاص بس هنية سابر. يا حيابك حياك سلمك. يا حي كيف الحمد لله تمام. ايه هذا المفتاح. ايه مفتاح افتح السيارة نغسل داخل وخارج. لا تغسل من داخل ولا شيء، غسل من خارج بارك الله فيك. ولا يهمك يعني كتلة من خارج. من خارج فقط. ولا يهمك. شوي وراجع. ولا يهمك. بهالمشدات أنا أغسلها على كمان النظافة. بارك الله فيك. أنا ما عاد تعرف من النظافة إني سيارة ذاك. يا الله أرضى علينا. أول زبون يا الله. يا الله يا الله رضاه. ها؟ حرامي. الله 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 حرامي. من هو الحرامي؟ تسرق بالنهار. بالليل والنهار لعنب ابليسك. صلوا على النبي صلوا على النبي. انت ها انت ما فاهم الموضوع غلط. خلي وش الغلط؟ وش اللي فاهم غلط؟ انا شايفك تسرق. انا مش سارق ما انا سارق. انا اقول اسكت لا تفقع وجهك تفقيع. لا 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 تفقعوش لا تفقعوش، هو مفقع من الله. لحظة لحظة شفاهمك شفاهمك. وش اللي تفهمني؟ يعني داخل هنا تصلي؟ داخل تسرق؟ لا لا أنا شافسر لك الموضوع. تعال هنا تعال هنا تعال. أنا جي أنا تعال. لحظة ملي تعال. لحظة 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 مش أقول لك. أقول اسكت اسكت. لا 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 أفطر وجه التسطيب. لا لا ما يحتاج ما أخليك تنسى اسمك. أنا ناسي له، ما يحتاج تسطره ولا عاد يحتاج حاجة. حرامي يا أخي. أنا ماناش حرامي يا أخي، أنا صلي على النبي ملك. أنا أبو راشد، أنا أعرف الحرامي من مسافة 40 كيلو. 40 كيلو؟ إيه طلع فلوس طلع. طلع الفلوس يا أخي. مالكم؟ أهلا يا عم ناصر، جيت في وقتك. أبو راشد مسك الحرامي. هذا البزيء. إيه يعني الحرامي بالإنجليزي؟ لا هذا ابن أختي. ابن اختك؟ ايوه. وانا اقول مين طالع؟ حرامي؟ ابن اختك حرامي؟ لا انا مش حرامي، هذا ابن اختي مش هو حرامي، فهم؟ فلت يدك من هناك، بعد يدك. يعني الحين ذا انت خاله؟ ايوه هو ابن اختي رضيه.
إيه؟ أنت ما أنت بحرامي؟ لا ما أنا بحرامي. السموحة يا عم ناصر، والله أنا شفت قلت حرامي. أه. إيه؟ والأخ من هذا؟ هذا بيشتغل عندي. أنا أبو راشد. إيه شغال هنا في المحطة. ها. البنزينة. تشغلونه؟ إيه تشرفت والله علينا علينا. أهلا وسهلا. إيه. أهلا وسهلا. إيه. أنت شغلونه؟ أنا ناقص يعني فجايع. أنت داري كم لي فجايع مين؟ إحنا نسافر كل هذا الحلو وأنا فجايع. بس أنا ما فقعت وجهي. إلا قفق فقع. اسمع يا عم ناصر كلم ذا سرح سرح بعد عملك سرح. إيه أنا رايح، أنا كان عندي شغل، أنا مستعجل أصلاً. يلا توكل. طيب سيب يدك. اتوكل. أقول سيب يدك. طيب خلاص خلاص يا ابن اختي. اتوكل. خلاص يا ابن اختي خلاص. توكل والله لو ما احتراما لك يا أخي. والله ولا لا كنت ابسط بالارض بطل. خلاص تمام تمام. يعني قلتك الله، يعني انا هذا شكل سارع، انا حرامي. لا. يقول علي، يقول علي حرامي انا. خلاص 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 بزق عصابك. حرامي انا، يقول علي حرامي. سحابيني. انا كنت جاهد يمسح بينك انت. يقول علي حرامي. خلاص 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 يا بنتي عصابك. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ما يكفيك هذاك يعني صبحني حجار. وهذا كي يقوم يتمهزأ بي، وهذا يقول حرامي. خلاص يقول لي أنا حرامي. وقول له شغل عندك. خلاص يا ابن اختي. أنا شغل أنا. بيشتغل في المحطة حق البترول. ها بالمحطة حق البترول. من كم الدبة؟ كل يوم لازر. ويقول علي أنا حرامي. ويقول علي أنا حرامي. الذي ما يعرفك يشارك يقول لك. خلاص. والله لو ما احتراما لك يا أخي. ولا كنت شبه السقوف السقوف. حرام ما تدين أنت. هي هيجي يقول لك كيف حالك كيف وكيف امك ما هدي نفسك هدي نفسك قول لي كيف حالك كيف حالي مبهدل مهزور مبهدل من جميع الجنسيات الموظفين عندك كلهم بصل بصل لعبوا موظفين عندك هنود بنقاليين ولا فرنسيين ولا انجليزيين قاهي الله جميع الفحوصات اليوم ما عاش من يبهدلك قعاشو خلاص راح نقول لي كيف امك مو بينك يا خال ناقص انا ناقص ناقص لموت شوب امك يا بني ادم يا اختي ها يعني صح يجوز لك تسال عنها صح ايوه اسال عنها معك لي فتره منها اه المفروض يعني منتظر لي انا اجي اقول لك كيف اختك المفروض ان انت تزوره يعني اخر اتصال قبل 6 شهور انت اتصلك له مشاغل الدنيا خليها على الله ولا أنا كل ما شفت كرة تصل امك يجي لي عمل ايوه باين ما قلت ليش ايش يعني نورت انا اليوم وكيف ايش سبب الزياره ما مو سبب الزياره انا جوك تشتغل تشتغل ايوه انا كملت تعليمك وكذا مش وقت الشغل ها يعني وصل الى عندي شيء اكمل تعليمي كملك انا وما كملكش تعليمي يعني وظفك العالم كامل عندك وابن اختك يعني ما رضوكش توظفه عندك لا لا مش القصه هذا ان انا وظفت العالم كله القصه كبيره قوي ما دحين قابوه قصاص قابوه حكايات وظفني حذف واحد افصل واحد ودخلني بدله كيف افهمه يا ابني يا ابن اختي لا تحز يعني ما لا تحزك شو الموضوع الموضوع بسيط بس يعني في حاجه ما أدري كيف أوصلها لك شوف أنا شغل ربيلك شوف أقل راتب أقل راتب من الذي تدول لأقل واحد موظف تدولي وأنا قابل هو هذا الموضوع الشيء أكلمك فيه هؤلاء كلهم إذا بسرهم عندي بيشتغلوا بدون راتب عادي بدون راتب بدون جنان مو بدون راتب فأنا ليش بقول لك أنا بس يا أخي أنا ما ليش دخل دبرني أنا ما ليش دخل الصدق أنا ما أنا جوك أشتغل دبني أنا جوك عند خالي أيوه خلاص ها هذا شغلك في المغسلة مو اشتغلني بالمغسلة مفرشة مو اشتغل بالمغسلة لا لا في المغسلة عند ناجر يعني تتعلم كيف تغسل السيارات كيف تعبي هواء كيف تغير زيت أيوه تمام أيوه هذا خالي انطلق لكن بشرط ها ما بيش راتب المفروض تدي راتب انت لانك قاعد تتعلم مهره لا لا خلينا بدون راتب بس خلينا بدون راتب ما زيد تدي انا من داخل لا بعدين هم فتره محدوده ويروحوا لهم وانت تمسك الشغل وانطلق وتسلطن ايوه هذا خالي بدك تفكر أيوة. انا عفدي اي حنزفلتك يا خالي قم عملك الان شو
شوف انت اليوم دعيت لك امك، اليوم انت يوم حظك محظو. لمو؟ كيف لمو؟ انت اليوم تدرس وتتعلم على يد المعلم ناشر. الله، انت رقم تخرج على يدي من يعني مغسل وسراويس. سراويس؟ سراويس اللي ينظفوا السيارات. ها الله. ايوه الله الله يا اوكسفورد. اقول لك بغير لك انا، لاني بدأ الترس، تمام؟ ها الترس العملي وندي لك التعليمات واحنا نغسل، يلا. الان كيف تعمل؟ اول ترس الماء. اول خطوه؟ ها نبز الصاد. مش هكذا يا جني، تكمل الماء، والله عمك خالك ناصب لا يسحب وجهك. اينو خالي؟ ما عليك. اينو خالي؟ خليه هنا يعني، انا غسل به سبع سيارات هذا الماء. امسك الاسفنجه هذا. ها اول درس، اول درس، اول درس، تغطي الصاد، غطي الصاد لما تطلع الرغوه حق الصابو. ها غطي الصاد، غطي الصاد ولا طفحه. ما تطفح في سفنجه. ها يلا ثاني درس كلها من يدك. ها حطها هنا. شوف اول درس تمسح، كيف تمسح الزجاج؟ هذا ما يمسحوش هكذا، ما هي فوضى، هي ما هي فوضى تمسح هكذا، هذا دروس، هذا حل. الله، اول حاجه ما تمسحش عكس عقارب الساعه. يعني كيف اعمل دحين انا؟ عكس عقارب الساعه، كيف تدور الساعه؟ الساعه حقي ما تدورش، ما تدورش. لا انا اقول لك ما دخل الساعه حقك في العمل في الدرس. ها خلاص انسى الساعه حقك. ها ايوه خليها، الساعه كيف تدور؟ اوكي خلاص انت تمسح عكس عقارب الساعه. بلاش تنتحق الفريق. يا جني ما علي. ها اقول لك اسمعني. ها اسمعني. ها انا ما عندي خالي ناصر ولا خالتي تحفه. ها انا عندي عمل وشغل. تمام. انت لو ما تكمل الدورة يصلي وصول، يأتي لك شهادة دولية معتمدة، يعني تسير في أي دولة تشتغل. صلي وصول يا جني. أقول لك اسمع. ها تسير أي دولة السيارة بعدك يلحقك. لمو يلحق بعدي؟ مو عمر تغسلان، تغسلان تخلص تصبح مشهور. ها يعني ما لاحقش أنا أغسلان؟ ما بش هذاك الجهل اللي ما يتعلموا. ها لكن المتعلمين اللي على يد المعلم ناشر خلاص كل شيء لحق. يلا نبدأ. شوف. عكس عقارب الساعة. أيوة كذية. الدرس الثاني تسمع الكلام، إيش تشوف يعني قوة الملاحظة عندك. ها أنت إنسان نبيه ولا ما؟ المغسل يكون إنسان فاهم. أوه. يلا أقول لك امسح، تمسح يلا فوق فوق تحت. يلا امسح امسح إياها، امسح. لما أقول لك ستوب امسح ستوب. وبعدين ما هو هذا؟ ها ليت خلي الفوارق حق اصابعك، الصابع يخرج. اقول لك خالك ناصر يدسعك. لا قهن اصابع يعني يخرج ما يخرج. انت متاكد من المعلومه هذه؟ يا بني انا درست هذا، انا شيبتها صلعت وانا ادرس العلم. عندك ها علم الغساله اسمه، علم الغساله. علم ماك هذا؟ ما هذا ما هو غسال هذا، يا قوصب يعني ضروري يخرج من بين الاصابع. ما قال لك انه يخرج؟ حط يدك هنا. ها ضم اصابعك. ها وسط الكبير وانت ضم لقفه، ضم لقفه. يا جني اقول لك ما تتكلم على الاستاذ حقك، لا ترفع صوتك على الاستاذ حقك. ما انت تتنفس كذا يعني الفيلم ينتهي وانت جالس تمكني مزح مزح. انا خصم المزح. يا جني انا ما مزح معك، اقول لك ما خال ان خالك ما يسمعك هذا. انت تجي تدرس عندي ولا عند خالك؟ جني يا خال عملنا ست لقفك. يلا امزحك هذا، جنب هيا. ها لا كذية. يلا امزح خلاص. يجيني ستوب فوق ستوب. امزح زي ولا كنت افتح لك بقعي. بس يا جدعان وحدوا الله، والله مش كده بس رواقوا. لا مو بينا يمجدوا. اهدى بس يا فهد، اهدى معلم ناشي. ها شوف الناس، شوف الناس كيف يحترموا العلم والعلماء. خذ معلم، ما قلت لك كلمه من هنا. خذ معلم ناشي. أحلى. الناس ما بيقولوا احلى كوبايه شاي يا معلم ناشي. الله يبارك فيك يا محمد حبيبي. خلاص اوعى يلا، انت هتصاحبني. وخال خال مين؟ خال ناصر. لا الخال ناصر ده هو سيدي الكل هنا. خد يا معلم مشتيش، خد لك بق شاي من غير زلط اهو. مشتيش ليه يا عم؟ خد ده حلو جميل. مشتيش اقول لك، بقول لك من غير زلط. ملي الزلط عادي وحنب من اول هنا. واقف لك هنا اهو. طب خد بلع الزلط. ما ببلعش انت منين من مصر؟ اهدى بس كده، انت متنرفز ليه؟ اهدى. ماشي بص يا سيدي، هات تعال كده. سيبك من مغسل الاموات ده مغسل اموات اصلا. لا سر. بص عشان خاطر تعرف تمسح وتغسل، هتبلي سفنجه كده وتاخد نفس عميق من جوه.
لازم تبقى هادي بكول كده فاهم، وتروح حاطط السفنجة على الإزاز كده ماشي شايفني ها، وتبقى ايه اتيكي تكة اتيكي اتيكي ايه ده ناشر ما يا جني ناشر بص كده اللي انا شايفه انت شايفه ولا ايه؟ الكراسي حق السياره يا عمي كراسي ايه؟ خلنا بس اللي تحت الكراسي اللي منوره وجايبه ارقام دي ما هي هذا؟ شكلها قنبله قنبله دي ما عاوز الله على رسول الله والمصحف شكلها قنبله يا عم ناصر من اول سياره قنبله يعني ما عادش اكمل دراستي ها يا الله عم ناصر عم ناصر عم ناصر نسيبه عم ناصر نسيبه يا الله يا الله خارجنا انت دبور انا داري انا ما انا داري انه يعني شيء وقع من اول العمل يعني سياره مبخخه الله لا يرضي عليك من قال لي يقبلك اني ادرسك ماذا هي يا اكسفورد وقف قنبلة؟ انا اكسفورد اعلم الغسال ما انا افكك الغاب ماذا درستي قرح دلع؟ درستي قرح دلع مصيبة خلوا الفارع ابن اختي لحالة جننتوا يا عمي فرع مين؟ انا مش قصدي فرع بلقوات ده في نصيبة اكبر مصيبة تاخذك هتاخدنا كلنا في ايه؟ في قنبلة بره في العربية في المغسلة قنبلة؟ ايوه والنصيبة الاكبر اللي فرع ابن اختك وناشر راحوا استخبوا في أمن مكان في المحطة عند البنزين ما ويا خير مالك مستريح من دلع لا تسمع القنبلة ايش اين قنبلة؟ القنبلة داخل هنا في السيارة السيارة هذا؟ ايوه كنيا ايوه انا شفتها بعيني ها؟ يا الله العربية دي الشنطة اللي ورا فيها عداد والقنبلة وعاد يحد كبير ولا صغير القنبلة؟ أنت إيش تخطب إيه ولا إيش سرحت فكفك إيه؟ بسرعة بساعدك لما تدخل الحمام. مين؟ سريع حمام من تصير فكها هي يا بطل يلا يا بطل. يلا بسم الله. زمان في الجيش. أيوه. قالوا لنا لما تشوفوا قنبلة. حلو. إزاي تتعاملوا معاه؟ إزاي؟ يمسك كده؟ ها؟ قالوا لك سبع واجري. وأنا أجري ولا أنتظر؟ ما أعرفش حاجة ترجع لك أنت. يا الله يا ماما هذا الدبر فوقي مو محلق هذا فوقي مو صاحب السيارة اين وينو صاحب السيارة؟ وانا ما دراني جدر على السيارة وقال غسلها ومشي فاضل ثلاث دقايق يا جدعان هذه مؤامرة علي ما تشونيش اطلب الله ولا تشوني اشتغل يا الله وصلنا دعوة امي وصلنا الله يجعل لك رزق ملان السيارة ما هو جا ملان يا الله تخبى يا ابو راشد وش تخبى؟ أه؟ لا الحين بكبركم وقاعدين تلعبون غمايه يا ابو راشد تخبى يا ابو راشد قنبله ما هو وقت المزاح يا ناشر قوم عملك اقول لك قنبله ما بنمزح معك تخبى قنبله الحين قنبله بجد؟ ايه بجد وين؟ قنبله رجعك اقول لك قنبله جد تخبى في السياره تخبى قلنا لك في السياره يا هدف وين ما اشوفها القنبله قلنا لك داخل السيارة وين صاحبها؟ وين المفتاح؟ ما درني صاحب المفتاح مع صاحب السيارة قال لي غسلها ومشي حسبي يا خالة يا خالة حسبي ايش؟ في قنبلة عندك مالك ايش فيش من قنبلة؟ دحين انت جيت تطلب الله ولا جيت تخبي هنا؟ يا خالة مش وقت الكلام هذا، اقول لك ادخلي قنبلة. قنبلة فين؟ يقول لك روحي تنظفي تحت السيارة، تحت السيارة. تصدقي ايش؟ خليها تصير عندي عرف خالي من هذا الرزق، حلال. الله عليك يا ظالم. تشيني خراح يا ناصر، لكن الله بيقرحك. الحين وش السؤال؟ وش الحل؟ هي مرة ما تقرح حرق ناشف. المعلم هذا اينه؟ والله انا صاحب السيارة. انا مالك ما تغسل السيارة، قلت اتغسلها وحريوة و... قلنا لك قنبلة دخل السيارة تنفجر اهرب. شكلك مش انت حق طلبة الله، ايا قنبلة مالك؟ ايه اللي بقى صاحب السيارة القنبلة بتاعتك هتنفجر فيك.
قنبلة في السيارة. أين أين القنبلة هذا؟ هيني هيني. عندك عندك داخل. داخل؟ إيوه. في الخانة قنبلة. أين المسؤول القنبلة هذا؟ ها؟ لا تفتح الباب، لا تفتح الباب، تقلق. أفهم. أتقلق القنبلة. قنبلة صح؟ ناقص لكم الساعة. الساعة هذه. هذه قنبلة قنبلة. هذه الساعة مواقيت الصلاة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. أنا ما لكم تجننوا، هذه الساعة حق مواقيت الصلاة. أنت متأكد؟ متأكد. لا تكون قنبلة لا تقرع. ماشي قنبلة، لا غسلت السيارة ولا نظفتها. نونو ما دراني خايف من القنبلة. الحين فشلتونا عند الرجال. ما تعرفون ساعة مسجد. نونو ما دراني. حزقتوها والدنيا عوافي. يا عم هي متحزاخل من الحمار اللي قال لي دي قنبلة. اوف الحمد لله اني ما هي قنبلة. يلا يا لي كمل درس التاخسي. انا ما عشتش ادرس بطل. انا لو وجوك اشتغل انا لو وجوك اشتغل. لان هارب من الدراسة اصلا. مش هتقول لامك. شغلة تبطل تدعي لي الله يجعل رزقك ما ننسى. انا ما عشتش الدحوال. ايش بتحاكي لي انا خالك؟ ايوه بس انت تشبه امي. ايه ده؟ هي اختك ارعب؟ بس لا تحاكيش حد عن احنا مخفي. عيب عليك، اليمن كلها تعرف. راح العمر غلطة اتابع لك طلق.